معنا من ماريلاند أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية دكتورة سحر خميس. دكتورة سحر، يعني ما يحتاجه الكاظمي كثير لكنه لا يستطيع الإعلان عنه حسب يعني المعلومات، فهل سيجد من يسمعه في البيت الأبيض؟ شكرا لكم على الاستضافة. دعني فقط أوضح أهمية هذا التوقيت. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن هذا اللقاء يأتي في توقيت هام وحساس للغاية. نعلم أن العلاقة بين واشنطن وبغداد كانت في نوع من أنواع التوتر المتصاعد منذ الهجمات طبعا الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني كما نعلم في يناير 2020 بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين والأهداف الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق وفي حدود سوريا تتعرض لكثير من الهجمات، أكثر من 30 صاروخ وأيضا هجمات عن طريق الطائرات الموجهة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية. طبعا هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد النقاط الهامة التي سوف يركز عليها الرئيس جو بايدن. في المقابل هناك أيضا غارات أمريكية استهدفت بالفعل كثير من الأهداف التابعة لإيران وميليشيات شيعية تابعة لإيران أدت إلى سقوط ضحايا. هذا أدى إلى نوع من أنواع التذمر الشعبي، وهذا هو في رأيي أحد الدوافع التي أدت إلى زيارة الكاظمي. هو يقول أن هناك نوع من أنواع الرفض الشعبي على حد تعبيره لاستمرار التواجد الأمريكي داخل العراق، وهو يقول أن القوات العراقية الآن تستطيع أن تواجه الأخطار المختلفة ولكنها بحاجة إلى التدريب والعمل الاستخباري وما إلى ذلك. نعم بالتأكيد. هو أوضح أيضا أن هناك رغبة في أن يكون هناك جدول زمني ممنهج لعملية الانسحاب الأمريكي. هناك 2500 جندي أمريكي ما زالوا متواجدين داخل العراق حسب مصادر عسكرية مطلعة. سوف يستغرق فترة محاولة سحب أو انسحاب هذه القوات أكثر من دكتورة سحر، يعني هذا بين يوم وليلة. نعم. هذا إذا نظرنا إلى الموضوع من شقيه المتعلق ببغداد والولايات المتحدة، ولكن أنت تعرفين وطبعا أنت كمراقبة من الخارج أن كل ما يجري من محادثات هنالك طرف ثالث مقصود فيه، فباعتقادك هل هذا رسم لخريطة مستقبلية أم أنه يمكن أن يكون يعني مقدمة لخطوات ما؟ يعني أعتقد أن لا يمكن أن نفصل ما يحدث الآن داخل العراق بالفعل من كثير من القوى الإقليمية وكثير من أيضا الصراعات في هذه المنطقة. نعرف أن العراق ذاتها بداخلها هناك كثير من يعني المشاحنات وكثير من التوتر الطائفي، هذا ليس سرا وخافيا على أحد. ولكن هناك أيضا ملف آخر هام جدا، وملفين حقيقة. الملف الأول هو الخاص بتنظيمات مثل داعش والقاعدة وغيرها، هذه نقطة هامة. الكاظمي يقول نحن الآن لدينا من الاستعدادات ما يمكننا أن نواجه تنظيمات مثل داعش، ولكنه يطلب أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية استمرار التدريب، تدريب كوادر عسكرية عراقية، وأيضا الإمدادات اللوجستية وتقديم العون والمعونات. من السذاجة أن نتصور أن تنظيمات مثل داعش أو القاعدة وغيرها قد انكمشت. الواقع يقول أنها من الممكن جدا أن تجد ثغرات أمنية خاصة مع الانسحاب الأمريكي أيضا من أفغانستان، وهذا هو الملف الثاني الذي أريد أن أشير إليه، يلقي بظلال كثيفة أيضا على هذه المحادثات بين الزعيمين. فالعراق تنظر إلى ما حدث في أفغانستان وتقول لا نريد أن نتحول إلى بؤرة من الفوضى ونوع من أنواع عدم الاستقرار وانتعاش لتنظيمات إرهابية. فبالتالي عملية وجود نوع من أنواع الاتفاق بين الطرفين على وجود تنسيق للجهود ووجود جدول زمني محدد وواضح وخطوات واضحة محددة لهذا الانسحاب المرجو هو أمر في غاية الأهمية في رأيي الشخصي، وخاصة في ظل ما يحدث في ويحدث حاليا في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وانسحاب قوات نيتو من هناك، وأيضا هناك ملفات أخرى مثل الثغرات الأمنية ماريلاند تساعد على انتعاش تنظيمات مثل داعش والقاعدة وغيرها. دكتورة سحر خميس، شكرا لهذه المشاركة.